وللحديث عن سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وحظوظ المرشحين فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله وحيا السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد الله. نحو 1.5 مليون ناخب أدلوا كما تعلم بأصواتهم في الخارج، يعني هذا الرقم ما الذي يعنيه وكيف نفهم هذا الإقبال مقارنة بالسنوات السابقة؟ نعم، يعني قبل قليل أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بوصول العدد إلى 1,751,000 ناخب في الخارج، وطبعا بعض الدول أغلقت صناديقها وبعض الدول ستغلق غدا لغاية الساعة 5، وخاصة هناك دول فيها كثير من الناخبين على وفي المقدمة ألمانيا وفرنسا وهولندا. تقريبا نصف الناخبين في الخارج يوجدون في هذه الدول الثلاثة، ستغلق صناديقها غدا حوالي الساعة 5، بينما ستبقى صناديق في البوابات الحدودية مفتوحة لغاية يوم الانتخاب 14 أيار لغاية الساعة 5. طبعا نسبة المشاركة تخطت نسب المشاركة في الانتخابات الماضية التي جرت في عام 2018، النسبة حتى الآن هي 51.3، بينما نسبة المشاركة كانت في انتخابات 2018 50.1، ويتوقع الوصول إلى 55 وأكثر من 55% من نسبة المشاركين. طبعا هنا نتحدث عن نسبة المشاركين في الخارج. تماما، نسبة المشاركين في الخارج، يعني الاقتراع في الداخل سيبدأ في 14 أيار، بينما في الخارج يستمر غدا في القنصليات والموصليات وفي البوابات الحدودية ستستمر لغاية 14 أيار. طبعا هذه نسبة عالية، وهذا يدل على اهتمام المواطن التركي بالانتخابات التركية وبنتائج هذه الانتخابات. هي بالفعل انتخابات مصيرية بالنسبة للحزب الحاكم وحلفائها، وكذلك بالنسبة للمعارضة التي تطمح للوصول إلى السلطة منذ أكثر من 20 عاما. نعم، ما مدى تأثير التجمعات الانتخابية لا سيما تلك التي أجريت في اسطنبول والتي يعني قيل أو وصفت بغير المسبوقة، ما مدى تأثيرها على الحسم النهائي في الانتخابات، يعني نتيجة الانتخابات النهائية؟ نعم، يعني أمس التجمع الانتخابي لرئيس أردوغان في إسطنبول بالفعل وصفت بأنها تاريخية، ولم يسبق في تاريخ جمهورية تركيا أن اجتمع 1.7 مليون مواطن في ساحة عامة، وأتت يعني من ساعات مبكرة ومن كافة أنحاء إسطنبول، حتى الطرقات قطعت تماما، المواصلات لم تكن كافية، حتى أن أحد المرشحين من حزب العدالة والتنمية قال بأنه اضطر إلى المشي أكثر من 5 كيلومتر للوصول إلى مركز التجمع الانتخابي في مطار أتاتورك باسطنبول. طبعا اسطنبول لها أهمية كبيرة جدا في الانتخابات، باعتبار بأن اسطنبول لها حصة 98 نائب من أصل 600 نائب في البرلمان، أي حوالي 16.5% من نواب البرلمان التركي هم من اسطنبول، وكذلك الكتلة الناخبة الكبيرة حوالي 11.5 مليون ناخب يوجد في اسطنبول، وكانت بالفعل يعني أعطت زخما كبيرا لتحالف الجمهور البارحة التجمع الانتخابي في مطار أتاتورك. والاستطلاعات الرأي يعني في الأيام الأخيرة تبرز وتظهر بأن تحالف الجمهور في تقدم مستمر متجاوزا أحزاب التحالف الطاولة السداسية أو ما يسمى بتحالف الأمة أو الملة. نعم، الإنجازات التي استعرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوعود أيضا الانتخابية التي أعلن عنها أمس، هل تراها يعني تذهب بشكل تصاعدي متناسب لربما مع تصاعد وتيرة السباق الانتخابي الجاري الآن؟ نعم، يعني قبل شهر كانت نتائج الاستطلاعات تظهر تقدم المعارضة بفارق كبير، يعني وحتى بأن يعني كانوا الاستطلاعات تظهر بأنهم سيفوزون بفارق كبير جدا على تحالف الجمهور، لكن خلال بعد شهر من بدء الحملات الانتخابية بالفعل تقدم حزب تحالف الجمهور تقدما كبيرا جدا على تحالف المعارضة، وأيضا تقدم الرئيس أردوغان في كثير من الاستطلاعات على مرشح المعارضة
هذا، وحتى يعني وفي يعني بعض الاستطلاعات تظهر تقدم، ما زال تقدم مرشح المعارضة، لكن الفارق تقلص إلى عدة نقاط، بينما قبل شهر كانت تظهر بأن هناك أكثر من 10 نقاط فارق بين المرشحين. طبعا الإنجازات الكبيرة التي قام بتدشينها افتتاحها الرئيس أردوغان، يعني بدءا من محطة مشاريع الطاقة العملاقة، المحطة النووية في أكويو، محطة الطاقة الشمسية، أيضا اكتشاف النفط، تشغيل أول دفعة من الغاز الطبيعي تم استخراجه من البحر الأسود، وعافى المواطنين من فواتير الغاز لمدة شهر. طبعا كل هذه أيضا إطلاق أول قمر صناعي، حاملة الطائرات السيارة، حاملة الطائرات السيارة، الطائرات المسيرة والحربية، كلها طبعا هذه التدشينات الكبيرة جدا ترك انطباعا كبيرا يعني جيدا جدا لدى الناخب التركي، وبالتالي يعني نسبة المترددين أصبحت ربما توجهت إلى تحالف الجمهور وتقدم تحالف الجمهور في استطاعات الرأي الأخيرة. نعم، يعني هنا السؤال، نسبة المترددين هل من الممكن أن ترجح كفة أحد المرشحين عن الآخر؟ بالتأكيد، يعني هذه الإنجازات الكبيرة والمشاريع العملاقة التي تم وضعها في الخدمة سيؤثر بشكل إيجابي على الناخب التركي، وخاصة على كتلة الشباب. يعني كتلة الشباب اليوم تقريبا هناك 5 ملايين ناخب سيصوتون لأول مرة في انتخابات التركية، وهؤلاء الشباب أعمارهم 18-19-20، يعني لم ولدوا في عهد الحزب الحاكم العدالة والتنمية، ولم يشهدوا ما عانته تركيا في السابق من الحكومات الائتلافية من الأزمات الاقتصادية الكبيرة، ولم ولدوا في أيام الإنجازات، فلذلك هؤلاء المترددين وهؤلاء الشباب ومعظمهم من الشباب بالتأكيد ستؤثر هذه المشاريع العملاقة الكبيرة في تغيير رأيه وتصويته لتحالف الجمهور. نعم، تحالف الجمهور يعني تحدث عن تسريبات لربما ستؤثر بشكل يعني كبير على الطاولة السداسية، تحالف الطاولة السداسية. برأيك ما مدى فعلا تأثير هذه التسريبات فيما لو أخرجت للعلن على مجريات العملية الانتخابية؟ يعني مرشح المعارضة أعتقد أكثر من يخاف من التسريبات، لأنه هو أتى أصلا وقاد حزب الشعب الجمهوري بناء على تسريب لرئيس الحزب السابق دينيس بايكال إثر فضيحة جنسية واستقالته من رئاسة الحزب. فلذلك كمال غشتاروغلو يدرك تماما بأن تأثير هذه التسريبات قبل عدة أيام من بدء الانتخابات سيكون كارثيا بالنسبة له، ولاسيما هناك إشارات استفهام كبيرة، يعني هناك توقعات ما هذه التسريبات ربما ستكون. إحدى هذه التسريبات المتوقعة الطاولة السداسية عندما اتفقت على بيان الاتفاق فيما بينها، قيل بأن سفير دولة أوروبية اطلع على البيان وعدل فيها بعض التعديلات ومن ثم تم الإعلان عنها. هذه أول تسريب يتداول في الإعلام. التسريب الثاني في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، كمال قشطرق اختفى عن الإعلام وعن الوفد الذي يرافقه لمدة 8 ساعات. ضمن هذه 8 ساعات يقال بأنه التقى بأحد قادة منظمة جولان أو جولان ذاته ربما يكون التسريب الثالث. ربما يقال بأن هناك اتفاقية سرية تمت بين حزب الشعب الجمهوري كمال قشتاروغلو شخصيا وبين حزب الشعوب الديمقراطي فيما يخص منظمة حزب العمال الكردستاني وبإعطائه حكم ذاتي وما شابه. عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، إذا كنت معنا من عنتاب عبر سكايب الكاتب السياسي التركي عبد الله سليمان أولو، شكرا جزيلا لك.